استقبل يوم أمس بمطار حسن جاموس أعضاء نادي الأسود الدولي بأنجمين الحاكم العام لنادي الأسود الدولي، حيث تهدف زيارة الحاكم لمعرفة الصعوبات التي تواجه النادي إلى جانب وضع خطط وبرامج تسهم في تطوير النادي. محمود موسى الفيل. بحضور عدد من أعضاء نادي الأسود الدولي، استقبل الحاكم العام لنادي الأسود الدولي لوي أليكا روغوبير بمطار حسن جاموس الدولي بأنجمينا، الذي قام بزيارة رسمية إلى البلاد قادما من جمهورية الغابون. وتهدف هذه الزيارة إلى معرفة سير العمل بالنادي وكذا الصعوبات التي واجهها، إلى جانب عدد من المشاريع المعدة لعامي 2016-2017. هذا وقد صرح الحاكم عقب استراحته بصالة المطار للصحافة بأنه زار عدد من البلدان الأفريقية التي توجد بها فروع للنادي، وهذه المرة جاء إلى تشاد لأجل معرفة سير العمل ووضع خطط واستراتيجيات جديدة تسهم في تطوير عمل النادي بغة التطلع إلى الآفاق المستقبلية، مضيفا في قوله أنه جاء ليشجع الأعضاء العاملين بالنادي على ما قاموا به من عمل مثمر يسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد. وعليه فقد عبرت مريم كوشي رئيسة نادي أنجمينا أرموني السادس عن فرحتها. لقينا الزيارة هنا حاكم، هنا الجوفرنور، هنا اللايونز كلوب نادي الأسود الدولي لتشاد، يعني هنا في تشاد عندنا 6 كلوب ويجي يشوفها، يعني كان يشتغل إداريا عملنا شنو، وماليا قدرنا وصلنا لهدفنا ولا لا. احنا نحتفلوا يوم شهر 6 نكون عندنا 100 سنة لمعاونة للطبقات الضعيفة في مجال الشؤون الاجتماعية. ونشير بأن نادي الأسود الدولي يعد ضمن المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات للفقراء والمساكين وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا الشباب وحماية البيئة وغيرها. وتستمر هذه الزيارة 5 أيام من 25 من فبراير الجاري حتى 1 مارس 2017.